بسم الله الرحمن الرحيم. اكشن باك 9 جريد الصف التاسع اكتيفيتي بوك 10 تو بيج 9 بي فاين اند تراي تو بي وذ مي اكسرسايز نمبر 9 رايت ذا كويستشنز تو ذا فولوينج انسرز اكتب الاسئله للاجابات التاليه الاجابه موجوده احنا بدنا نعمل او بدنا نكون عليها سؤال طبعا السؤال راح يكون يس اور نو كويستشن فكرة السؤال الـ yes or no question إن المساعد قبل الفاعل طبعاً لازم نراجع الأزمنة كمان مرة افتحوا على الفيديوز الخاص بالأزمنة مثلاً لو كان عنا جملة بدايتها هي is and the complement وتكملتها السؤال الـ is قبل الـ هي بصير بمعنى هل هو تكون الإجابة yes he is or no he isn't مثلاً they are هم وفي كومبلمنت في تكمله الكويستشن اللي إلها والانتروجاتيف فورم ار ذي هل هم والكومبلمنت تبعت السؤال بالانسر راح تكون يس ذي ار اور نو ذي ارنت الاجابه عليها يس اور نو عشان هيك اسمها يس اور نو كويستشنز هي واز هو كان بالسؤال واز هي هل هو كان او هل كان الانسر راح يكون yes he was or no he wasn't they have طبعا الكومبلمنت اللي هو الفعل الحالي الثالث بالسؤال راح تكون have they هل هم بالانسر yes they have or no they haven't he can هو يستطيع وإلها كومبلمنت طبعا الانفينيتيف فورم فروم ذا فيرب ذات وي هاف بالسؤال كان هي هل هو يستطيع ماي انسر ويل بي يس هي كان اور نو هي كانت هي ويل زائد الكومبلمنت اللي هي الانفينيتيف فورم الفعل اند اتس كومبلمنت ويل هي هل سوف يس هي ويل نو هي ويل نوت وقيسوا عليها كل الافعال المساعده هلا عملت لك اياها بطريقه ان شاء الله انها تكون سهله yes stay with me write the questions اكتب الاسئله to the following answers الاجابات التاليه طلعوا شو الاجابه اللي موجوده عندنا هون no he isn't no he isn't wearing no he isn't wearing a hat هو لا يرتدي قبعه تخيلوا كيف السؤال رح يجي تخيلوا كيف السؤال بما انه yes or no question كاين ال is قبل ال هي ال is قبل ال هي is he wearing a hat is he wearing a hat هل هو يرتدي القبعة is he wearing a hat الإجابة رح تكون no he isn't wearing a hat or yes he is wearing a hat إذن السؤال is he wearing a hat هل هو يرتدي القبعة في عنا two choices للإجابة باليس أو بالنو لأنه yes or no question okay yes he is wearing a hat or no he isn't wearing a hat The next one الإجابة yes she will visit her grandma tomorrow بالfuture هي سوف تزور جدتها tomorrow غدا السؤال كاين will she plus the infinitive will she visit her grandma tomorrow طلعوا كيف السؤال اللي كولناه will she visit her grandma tomorrow في عنا two answers yes she will visit her grandma tomorrow أو no she won't يعني will not no she won't visit her grandma tomorrow كمان مرة yes she will visit her grandma tomorrow كيف كاين السؤال عليها ال will قبل الشي will she هل سوف أو هل هي سوف أو هل هي ستزور Will she visit her grandma tomorrow? Okay. Yes, she will visit her grandma tomorrow. Or no, she won't. يعني will not visit her grandma tomorrow. بعيد الأول كمان مرة. هلا عندنا سؤال. No, she isn't wearing a hat.
السؤال الإجابة سوري الإجابة اللي بدنا نعملها سؤال بالبريزنت كونتينيوس بالبريزنت كونتينيوس بالسؤال كاين is he wearing a hat هل هو يرتدي القبعة اوكي الإجابة no he isn't wearing a hat or yes he is wearing a hat كمان مرة الإجابة اللي بدنا نعملها سؤال yes she will visit her grandma tomorrow كيف السؤال رح يجي ال will قبل الفاعل will she to be yes or no question حتى يكون عنا yes or no question will she هل هي ستزور her grandma tomorrow شوفوا كيف yes she will or no she will not yes she will or no she will not Yes, she will visit her grandma tomorrow. The next one. الإجابة اللي إنا نعمل لها سؤال. No, Fatima cannot travel to Egypt. فاطمة لا تستطيع السفر لإيجيبت. كان بلس إنفينيتيف وكانت بلس إنفينيتيف. كان هي الفعل المساعد من عائلة المدل. يتم وضع الكان قبل الفاعل. عادي لو ما اجى عندنا ضمير اجى عندنا اسم كان فاطمة travel to Egypt to see the pyramids لكي ترى الأهرامات كان فاطمة travel to see the pyramids أو to Egypt to see the pyramids هلا no فاطمة can't أو yes فاطمة can no فاطمة can't أو يس فاطمة كان travel to Egypt to see the pyramids الإجابة اللي عندنا اللي بحاجة لسؤال يس I am doing my homework في إلها احتماليتين يمكن أنا بسأل حالي أنا عملت واجب البيت البيتي ولا لأ أو يمكن بسأل باليو عشان حدا تاني بأنت الحدا التاني يجاوبني بالآي هل أنت تفعل أو تعمل واجبك البيتي؟ Yes, I am doing my homework. إذن are you أو am I أو إيش am I أو حطيت الاحتمال إني أنا بس بسأل المخاطب اللي قدامي. Are you doing your homework? Yes, I am doing my homework. أو am I doing my homework? Yes, I am doing my homework. إذن فكرته إيش حكينا yes or no question إنه يتم وضع الفعل المساعد قبل الفاعل بس إذا كان الفعل حالة أولى الفعل إله إس ما بيكون في إله فعل مساعد منلجأ للضز إذا كان حالة أولى ما إله إس منلجأ للدو إذا كان ماضي بسيط حالة تانية منلجأ للدد كيف الكلام؟ زي سوام مثلا لو كان عنا هي سوام بالحالة التانية كيف السؤال اللي له راح يكون did he swim yes he did or no he didn't حالة أولى إلها إس زي شو زي swims مثل he swims does he swim السؤال اللي إلها yes he does or no he doesn't حالة الأولى اللي ما إلها إس مثل شو؟ مثل they swim السؤال اللي إلها do they swim yes they do or no they don't and thank you for your listening